السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله وإنا إليه راجعون وفاة الثائر السوداني محمد فيصل شعيرية بعد إصابته في مليونية 17 يناير في السودان منذ قليل توفى الثائر السوداني محمد فيصل شعيرية في مستشفى الطوارئ بمدني بعد إصابته بطلق ناري في العنق ودخول الرصاصة من جهة وخروجها من جهة أخرى ونشر أصدقائه في مواقع التواصل خبر استشهاده وتكلموا عن أخلاقه الطيبة وسط أصدقائه وجيرانه الله يرحمه ويدخله فسيح جناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته